حجم المتاعب اللي واجهها الاهلي في سنه 82 علشان يعود بالبطوله من فم الاسد من قلب كوماسي كانت مساله غير سهله بالمره. لبرنامج حق الجماهير اللي كانت بتقدمه الاعلاميه الكبيره في ريال صالح، كان تحدث الكابتن محمود الخطيب نجم بطوله 82 وقتها، او الحوار تقريبا كان في نهايه التسعينات 97 او 98، تحدث الكابتن محمود الخطيب عن ذكرياته حول اول لقب للاهلي في افريقيا، وازاي عاش لاعبو الاهلي مصاعب شديده جدا في كوتوكو حتى يعودوا من كوماسي باللقب الاول. نشوف الكابتن محمود الخطيب في حق الجماهير من 20 سنه. قبل ما ننهي اسئلتنا الشخصيه السريعه دي عن اطرف موقف صادفته في افريقيا. والله في يعني احنا قصه سمعنا عنها، كنا في غانا في كوماسي، وكان نهائي بطوله افريقيا سنه 82، اول بطوله الحمد لله حصلنا عليها. ففي النهائي ده كان في ملك الاشانتي، هو ملك القبيله دي، فملك القبيله دي المفروض قاعد في كوخ كده. راح المسؤولين بتوعنا زاروه مع السفاره بتاعتنا، فالكوخ بتاعه طبعا زي ما شرحوا لنا يعني عباره عن كتل من الذهب متعلقه بس كده. فدخلوا قعدوا شويه، وبعد ما خلصوا زياره الناس بتوع السفاره قالوا لهم حاجه عجيبه جدا، ان من عادات هذه القبيله ان لو الملك بتاعهم مات بيجيبوا 40 جمجمه ناس غرب عن البلد، بيحطوها ويفرش عليها سجاده وبعدين يحطوها، يعني مراسم بقى الدفن بتحصل يعني. فاحنا كلنا على بعض كده بالسفاره كنا 38، فاضل اثنين. فطبعا قعدنا كنا بقى ندعي له بالليل يعني ربنا يديله طول العمر. صلوا من اجله. لكن الحمد لله ربنا الحمد لله عدينا يعني. طبعا الفيديو ده نادر، وكويس قوي ان جابه لك واحد من مشجعينا. لا، مأمون الفداوي. يعني زميلنا في الاعلام، وهو حصل عليه زي مأمون. ما يعني ما هو برضو هو لازم البحث. والله اللي عنده حاجات حلوه زي كده احنا جاهزين نستقبل منكم اي فيديوهات او اي وثائق توثق لتاريخ زي ده. كنت هتسمع المعلومة الغريبة دي ازاي؟ صحيح. طيب النهاردة 30 او في 30 اكتوبر عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، كل سنة وهو طيب. لكن لقناة دبي ايضا فيديو مهم جدا وثائقي، تحدث فيه النجم وقتها الكابتن محمود الخطيب عن سر ارتدائه رقم 10، ليه الخطيب لبس نمرة 10 واللي بيحتفل بعيد ميلاده في شهر 10. نشوف محمود الخطيب اللاعب لقناة دبي. سبب اختيارك للرقم 10 شو هو بالضبط؟ هي يرجع لأسباب كتيرة. يمكن أول فعل لعبت في حياتي وأنا عندي حوالي 12 سنة كانت رقم 10، ولسبب آخر أنا يمكن رقم 10 برضو في إخواتي. وبعدين لا احنا 12 يعني، ربنا لا يزيد ويبارك. ما شاء الله. وبرضه اول فانيلا الناس عرفتني بيها هي من 10، واول فانيلا لبستها في النادي الاهلي برضه كانت رقم 10. فده يمكن الرقم، وبعدين بتخيل جدا برقم 10 كمان. فده يمكن ومولود في شهر 10 كمان. فده يمكن يعني حاجات بتفائل بيها عموما، ودوت اللي خلاني رقم 10 ده. ده فيديو من حوالي 40 سنة أو من 39 سنة، كان سنة 79. كان محمود الخطيب اللاعب وقتها ملء السمع والبصر. طبعا محليا وعربيا. انت شوف شكله كان عامل ازاي ومتدمر.